احسن طريقه لاختيار الفاونديشن الصحيح هو ديما ملي نمشيو نجربو ما نجربوش في يدينا وما نجربوش هنا، نجربو ديما هنا فهاد لو كوتي هذا، وديما ناخذو واحد الدوغري 2 دوغري ولا 1 اي دمي يكون شويه بلو فونسي ولا بلو كلير على الفون دو تان نورمال ديالنا. دونك اون فوا الفون دو تان واخا كتشوفيه فونسي اون فوا ملي كتابليكيه على لابو كيف كتفتح واحد شويه التكستور. صراحه على حسب نوع البشره ديال كل سيده، كاين اللي عندها بشره جافه، كاين اللي عندها بشره دهنيه، كاين اللي عندها بشره شويه ناشفه بزاف. دونك التكستور على حسب البشره باسكو لي فون دو تان تا هما فيهم بليزيور ماتيريال، كاين اللي كيكونوا شويه فول كافيرج، كاين اللي كيكونوا ميديوم كافيرج، كاين اللي كيكونوا خفاف بحال بيبي كريم. على حسب كل سيده والبشره ديالها على هاد الحاله تقدر تختار الفاونديشن المناسب لها. اغلب الناس اللي كيخدموا في الاعلام واللي كيكونوا انفاس مع الكاميرا ضروري خصهم الفول كافيرج فاونديشن. الا كانت عندك الخدمه والتصوير وداكشي راه بالنسبه لك خصك تبقاي به، سينو الا ما كانش عندك خدمه ولا ان تروك اورجون تحيدي هاد الديماكياج.